نقدم لكم أعزائنا المشاهدين سلسلة سيارات نجوم كأس العالم، والتي سنستعرض من خلالها سيارات أشهر اللاعبين المشاركين في بطولة كأس العالم لعام 2014. نستعرض معكم سيارات اللاعب المسلم جردان شاكيري، نجم منتخب سويسرا وصانع ألعاب نادي بايرن ميونخ الألماني، حيث يمتلك اللاعب ذو الأصول الألبانية سيارة أستون مارتن دي بي إس كاربون إديشن، كتلك التي قادها جيمس بوند في فيلم كازينو رويال، أحد أجزاء السلسلة الشهيرة. وتمتلك السيارة محرك V12 بسعة 6 لترات وبقوة 510 أحصنة، وتتسارع من الصفر إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 4.3 ثانية، قبل أن تصل إلى سرعة قصوى مقدارها 305 كيلومترات في الساعة، ويبلغ ثمن السيارة قرابة 288 ألف دولار أمريكي، أي ما يعادل 1,080,000 ريال سعودي. ويمتلك شاكيري لاعب نادي بازل السويسري سابقا سيارتين ألمانيتين حصل عليهما كهديتين من شركة أودي، الأولى من نوع أودي S7 بمحرك V8 بسعة 4 لترات مع شاحن توربيني مزدوج، وتتمتع السيارة بقوة 414 حصان، وتتسارع من الصفر إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 4.7 ثانية، قبل أن تصل إلى سرعتها القصوى البالغة 250 كيلومتر في الساعة. أما السيارة الثانية فهي أودي S8 المزودة بمحرك V8 بسعة 4 لترات مع شاحن توربيني مزدوج، ولكن بقوة 520 حصان، حيث تتسارع السيارة من الصفر إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 4.2 ثانية، بينما تبلغ سرعتها القصوى 250 كيلومتر في الساعة. كما قاد شاكيري البالغ من العمر 22 عاما سيارة لامبورغيني جالاردو على طرق ميونخ الألمانية، وذلك خلال فعاليات ترويجية لصالح شركة أحذية نايكي الشهيرة، حيث طليت السيارة بنفس لون الحذاء الذي حصل عليه شاكيري. ويتقاضى جردان شاكيري 2,500,000 يورو سنويا من ناديه الألماني بحسب ما كشفت الصحافة الألمانية مؤخرا، أي ما يعادل 12,715,000 ريال سعودي. نلفت انتباهكم أعزائنا المشاهدين إلى أن هذا البرنامج يقدم بشكل يومي على موقعنا. كن أول المشاهدين وتعرف على سيارات نجمك المفضل عند زيارتك موقع arabgt.com.